وراه ان شاء الله غادي تكون كرواتيا تكون مزيانه وغادي نربحوا فيها باذن الله. المنتخب المغربي قادر باش انه يفوز، قادر باش نفوزوا باذن الله، غير هو خصنا نركزوا مزيان فهمتي، ما نديروش اخطاء هما اللي ما خصناش نطيحوا فيهم. عندنا كون، عندنا لعابه تبارك الله مزيانين، حتى المدرب في المستوى. كيفاش كتوقع النتيجه ديال الماتش؟ النتيجه غادي تكون باذن الله 2-1 ان شاء الله، غادي تكون نتيجه زوينه ان شاء الله. خص على اللعابه يكونوا مستعدين ويكونوا فاهمين في التيران ويكونوا يكونوا فاهمين، ودخلنا الدرجة شويه ديال البطوله، ماشي غير كل شيء يجيبوا محترفين، دخل شويه ديال الدرجة ديال البطوله. المهم راه كاينين الدراري كاين تاكناوتي، كاينين الدراري مزوينين، هو خصو يهضر مع الدراري مزيان يقول لهم راه استعدوا، والدراري مستعدين، حيت انا شفت روبورتاج البارح الدراري مستعدين، قال لهم حنا مستعدين كل الاستعداد ان شاء الله، حيت عارفين هما فريق اللي طايحين مع فريق واعر، فريق كرواتيا راه ماشي سهل، ونتمنى حد ان شاء الله حد موفق للفريق الوطني. السلام عليكم. بعد هي الاولى هما خويا، بالنسبه للماتش ان شاء الله المغرب رابح، فهمتي 100% المغرب رابح، غنربحوا ب 4-0 حيت كرواتيا ضعاف، واخا عندهم مودريتش وداك الشيء، انا بالنسبه لي ضعاف. علاش؟ حيت اللعابه ديال المنتخب فيهم اصدقاء ديالي اللي تيق فيهم، والصراحه واحد الصديق حتى هو اللي ما مشاش، مهدي النيني، حتى هو تبارك الله كيقصر فهمتي في البطوله، وكان خصو انه بلاصه تكون في المنتخب. وبالنسبه للنقاش هو كان خصو يكون، حيت هو تبارك الله كيقصر، ولكن ما حالفوش الحظ انه يكون معاهم تما. وبالنسبه للمارج ديال كندا، فتا هو غنربحوه ان شاء الله، غنربحوه ب2-0، والمارج مع بلجيكا غنجلو 1، كان انا المغرب غير ربح ب2-1، ربحوا 3 ديال الماتش، ربحوا غنتاهلوا ان شاء الله، وكاس العالم راه ان شاء الله بحال هو غنديوه. توقعوا ان شاء الله الفوز للمنتخب الوطني المغربي ان شاء الله. كيفاش كتشوف المقابله ان شاء الله؟ هي صعبه حد ذاتها، ولكن ان شاء الله اي حاجه غتسهل على المنتخب. المنتخب عندنا منتخب اوروبي، ما نقولوش منتخب، صراحه منتخب في المستوى العالي ان شاء الله، وعندنا لاعبين كيلعبوا في انديه مثل باريس سان جيرمان وتشيلسي وسيفيا، ويعني عندنا منتخب ان شاء الله قادر يحقق على الاقل الدور الاول ان شاء الله. كتفهم هذا الكيب زعما نقولوا انها خرجت في الناس النهائي ربع نهائي، ولما لا؟ حنا كنتمناو، حنا كمواطنين مغاربه كنتمناو نوصلوا للنصف النهائي او الربع، ولما لا؟ ولكن كل شيء ممكن، كل شيء ممكن ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.